ودابا راه تعطيو بهذيك الدجاج الطراف تاكلو. هاي لا فامي، السلام عليكم. امير الكاو. ايوا الاخوان، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم لالا وئام قالت لي تشهيات دجاج مشوي. ما عرفتش واش هاد التشهية ديال اللحم ولا غاتشهيات عادي، حيت انا وليت كنتشهيت من الاخر. البارح قالت لي جيب لي واحد الملوك وما لقيتوش، بزز باش لقيتو. راك عارفين دابا باقي العيد، باقي الناس اغلبيه الناس باقيين سادين بصح، بزز باش لقيتو له وجبتو لها. ولكن اليوم قالت لك السيدي بغى الدجاج مشوي على الفاخر، ولكن تصاوبوا لي. ما بغيتوش في الدار، ما بغيتوش في الدار وتصاوبوا لي انت. دابا هي بغات تخرج وصافي. ايوا الاخوان، كنت باغي ندير البحر نشويو تمايا والعيبات، نديرو شي كليسه زوينه، ولكن الجو ما مساعدش. قلنا نمشيو للغابه، نمشيو للغابه جنب السكوره دابا شادين الطريق. المهم شوفوا نتوما، يا راك عارفين دابا القناه شحال ما بقينا اللي حنا فيها، بقينا اللي حنا فيها دابا يلاه الحمد لله. بعدا لقينا التفاعل ديالكم، لقينا الناس باقيين كيتسناو فينا. اصلا انا كيوصلوني ميساجات في انستغرام ويام فين غابرين، حطوا لنا شي فيديو. امين يقول لكم لي كومونتير وداكشي. والله ميرسي على الحب ديالكم، لا مشروط. غير ما تنساوش الناس اللي ما دايرينش ابوني لاباج يديروها. كبيدا بغيت نفكركم بواحد الحاجه وقيلا نسيتو عليها، ديروا لنا لايك بحال الفيديو الاخر اللي كنا بارطاجينا لكم، كان تبارك الله ضرب طلع بزاف وما كانوش فيه لي لايك بزاف. ملي تفرجوا في هاد لا فيديو ديروا لنا لايك وشي كومونتير زوين بحالكم. المهم اديوكم معنا دابا يلاه نشوفوا تعيشوا معنا الاجواء هذه كيف دايره. امين كيف تعرف الدجاجة؟ ما هذا يا هذا؟ شوفوا البنات، هذيك هذيك السوبر اللي كتبوا لكم صغيرة درت فيها العطرية ديال الدجاجة كاملة تمايا، جمعت كلشي، درت معاها الزيت شوية السمن شوية لاموطاط كلشي جمعتو تمايا. ايوا سي امين تقطع فيها باش تدخل لنا العطرية، فهمتي؟ وتطير دابا راه على الفاخر، ماشي هو كوكوط راه بصح. ودابا كاين شي حد كيشوي الدجاجة في كوكوط وبعدا باش تعرف راسك مكلخ. لا زعما كوكوط قول فرعون، ولا فران دغيا كيدخل الطيار. عرفتي راه نقيتها ديال بصح. شوفوا الدجاج ديال كتبية ومرجان و... بيام راه سمية منقية وفيه مقاد ضروري تعاوديه في التنقية وديري ليه الخل والملحة والماء والحامض اللي عندك تا هو. ولكن ما تاكلش سير بلاص. عرفتوا امير جميع انواع البسالة دارها اليوم، كيهز التراب ويكب على راسو وما عرفت شنو. امير اجي 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 غي ياكلك ليا شي خنزير اصلا. بارك لي دابا، دير لي بيزو، دير بيزو امير، دير بيزو، دير الملح كلشي هنايا. ويلي اللوزة، دير لنا دير لنا دير لنا شطيحة شطيحة. شنو حاب شحال صعيب؟ وياه ها؟ شوفوا البنات، اش بغيت نقول لكم على داكشي اللي طرا لي انا في الولاد امير. امير ما كنت وجدت حتى شي حاجه، ولدت ولدت اثمن من شهر هاد الولاد. علاش قلت لك امين غنوجد؟ شي على 3 شهور، على 3 شهور غنمشي نشري الحوايج ليا ولولدي ولا بنتي ان شاء الله غنوجد. وقال عارف شنو عندك زعما؟ انا نلبس انا يا اما الكري يا اما البيض. لا تعرفي شنو عندك؟ واخ لا امين باغا نوجد قبل الوقت. كوفيدات كاع صافي عطوني امين اللحسه، قال لي كولي اللحسه اللي صيفطت لك السيده. شوفوا السيده صيفطت لي اللحسه، دابا هي نورمالمون اللحسه اللي كتصاوب هي ما كانت ما كديرش ديال الحوامل، قالت لي دابا خصيصا من انت حامله غتصاوب ديال الحوامل، صوبت ديال الحوامل. هي نورمالمون كدير لحسه عاديه ديال البنات العاديين اللي فيهم اعشاب سخان على المراه الحامله واللي كترضعه، ومن بعد كانت دارت اللحسه ديال الخاصه غير بالمرضعات، ودابا صوبت لي لحسه ديال الحوامل. هذه كتعطيك الطاقه البنات، كتخلي
ديك تاكل ياك شحيد لك فقره الدم داك السخفه بزاف د الحوايج. قالت لي شوفي وي ام، قالت لي ديك كلها بعينك مغمضين. وانا هاد السيده راه من الناس اللي كنثق فيهم، حيت نتوما عارفيني انا قبل راه كنت كنبارطاجي معكم كلشي في انستغرام، ما خليتش ما جربت كلشي غير كذوب في كذوب في كذوب في كذوب في كذوب. ولا ديري اللحسه في هاد الدواء ولا شي حاجه كيجيب لك النعاس وداك الشيء. عرفتي هاد اللحسه طبيعيه 100% كتزيد الوزن، كتفتح لك الشهيه، كتحيد لك فقر الدم، كتحيد لك بوم زوي. واعره البنات راكم شفتوا التغيير ديالي انا كي كنت مع كيوليت، نقدر كاع نحط لكم لا فوتو دابا شوفوا كي كنت مع كيوليت. عرفتوا راه كنت فاش يلا ولدت امير كديك الساعه يلا باقا يلا كنجرب ما عرفت لا لحسات لا حتى شي حاجه. كنت طيحت البول واحد الدرجه كنت كنقول انا امبوسيبل نفوت حتى 50 كيلو الا غلاضيت. والحمد لله راه كنت وصلت ل 76 كيلو ولا 78 كيلو. تبارك الله راه عطتني واحد النتيجه بدون اضرار، حيدت لي فقره الدم، حيدت لي بوم زوي، رجعت لي الثقه في النفس ديالي. دابا صوبت لي ديال الحماله على الاقل، على الاقل تخلي لي تشد لي غير البوا ديالي دابا وتعاونني تعطيني شويه الطاقه وشويه الجهد باش حتى انا نوقف تكمل لي الحاجيات ديالي كوحده حامله. والله البنات كنصحكم بها، غير هو ملي تواصلوا معاها قولوا ليها قولوا لها شنو بغيتوا، واش ديال الحامله، واش ديال المرضعه، واش ديال البنات العاديين. علاش ديال البنات العاديين؟ كاين فرق ما بين الحامله والمرضعه. قالت لي فيها اعشاب، اعشاب كيكونوا سخان على المراه الحامله واللي كترضع، فهمتوا؟ هذوك البنات اللي كيكونوا حوامل اولا مرضعات بحالنا كيكونوا ناقصين دوك الاعشاب اللي كيكونوا سخان على البيبي، كيكون باقي غير داك الشيء الاخر. المهم هاد اللحسه راه واعره كنصحكم بها. شوفوا راه البنات رانا كنصحكم ما تجربوا حتى لحسه من عندي باج اخرى، راه والله حتى غتضيعوا غير فلوسكم، حيت انا ديجا ضدت من هاد الشيء. واكثر الواحد الا ما كانش عنده كان يلا يلا مع الوقت كيبقى في كل حال بزاف. هاد اللحسه راه نفعتني، نتوما اصلا شفتوا فيا انا التغيير على عينيكم. ايوا صافي كوبيدات قلت نبارطاجيها معكم، والله عطى لي امين نقول والله حتى نبارطاجيها مع البنات هما يستافدوا. وصافي نتوما غتشوفوني ان شاء الله غنبقى في البوا ديالي. عشان البنات ناري كنت فكر باش كنت حامله كنت فكر الولاده. دعوا معايا، دعوا معايا في لي كومونتير البنات. انت على راسي مريضيه ما طاحت فيها دوك العيبات خويا. تبارك الله ما شاء الله على راجلي. امين الا بقيتي دير لي الدلاله غنبقى نولد لك كل عام مسكع، ما تعزين عليك الولاد وانا اش قد دلعني. في الحمل، في الحمل هاديك وئام الواعره يا مكين لا طباس لا والو. ها وئام دابا راه تعطيو بهاديك الدجاج الطراف تاكلو. سيري كولي مع راساتك. ريان سلم على صاحبتك من هنا، دير لها صاحبي ديديكاس. انت دير لها ديديكاس معايا. شو دريك يا حمار زناي صفار. قال لي عطاني ريحه اوريجينال تخيلوا. قال لي عطاني ريحه اوريجينال تاع صاحبتي. خاصك تكون عادي. يا الحل اقسم بالله تقالك، اقسم بالله ما قلتش. لا لا هو ام فيديو ديالنا يسالي هنايا ياك باقي باقي ما سخيتيش واخا على ديالنا ودوج على التعكيكه شي شو امير. المهم الاخوان الفيديو ديالنا سال هنا ياك هو ام اهم حاجه غنجمعوا الزبيل ديالنا. اي واحد مشى للغابه والله البنات كنصحكم اي واحد مشى للغابه يحيد داكشي اللي دار باش تبقى الدنيا زوينه. ما تنساوش لايك الفيديو وشي كومونتير زوين البنات، ما تنساوش انا لايك وتسناو الفيديو تشير.